كيف تتعامل مع الموظف الحكومي؟ الكثير من الناس لا يستطيعون التعامل مع بعض الموظفين، مما دعاني إلى كتابة هذا المقال للتيسير على الناس. 1- اجعل من مبادئك أنه كلما بعدت عن أي إدارة حكومية كان أجدى وأفيد لك. 2- أن يكون لديك كمية من الصبر كبيرة جدا، وتتخذ سياسة النفس الطويل والدخلة الصح. 3- لا تحاول الشكوى للرئيس المباشر، لأن هذه الشكوى 80% ستكون ضدك. 4- أن تتقدم وأنت تعي تماما أن الطلب لن يجاب بنسبة 80%، وأنت تلعب في 20% الباقية حتى لا تحبط. 5- اعلم أن أول مقابلة لن يستجيب لطلبك، واعمل حسابك على 5 مرات حتى لا تتعصب ويرتفع ضغطك والسكر في الدم. 6- لا تكون منطقيا في المناقشة، لأنه هو إنسان غير منطقي، سواء على المستوى الشخصي حيث أنه يتقاضى مرتب أقل من احتياجاته، كما أن التعليمات لديه في أغلب الأحيان هو لا يوافق عليها، وعادة تكون غير منطقية وليس في صالح الجماهير نتيجة التناقض التي بها. 7- الكلمة الطيبة صدقة، ولا بد أن يكون لديك مهارة في التقدير المباشر والغير المباشر، ولأنك لا بد أن تعلم أن الموظف فاقد الاهتمام من كل من حوله، فلو أظهرت أنت له الاهتمام به ولو بطريقة بسيطة سوف يكون هذا مفتاح تكوين علاقة إيجابية من شأنها إنجاز مصلحتك. 8- اعلم أن الإصلاح الإداري يواجه صعوبات ومعوقات لعوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية وعوامل أخلاقية وإدارية كتضارب التعليمات وعوامل فلسفية، وهي عدم المنطقية من ناحية انخفاض الأجور والترقيات، والإدارة العليا ترى أن الحكومة تعاقدت مع الموظف على هذا الأجر، ولكن هذا عقد إذعان لأنه لا يجد عمل غيره. 9- لابد وأن تعي هذه الحقيقة، أنك تتعامل مع موظف مرتبه لا يكفي ولا يكفي أسرته، لذلك إما أنه يعمل عمل آخر ولا يهمه هذا العمل، أو أنه مشغول بهموم توفير أي دخل إضافي لسد رمق أسرته. 10- لابد من اختيار الوقت المناسب، فلا تختار أول أوقات العمل، لأنه يكون لم يهدأ بعد من معركة الإمضاء في دفتر الحضور أو التأخير أو لوم رئيسه على التأخير أو قبل الانصراف، حيث أنه يستعد للانصراف في نصف ساعة، أو قبل الإفطار وشربه كوب الشاي غالبا من صنعه، أو أثناء مناقشة بينه وبين زملائه، فانتظر حتى تنتهي المناقشة، وإذا كانت المناقشة خلافية عليك أن تنحاز لرأيه كنوع من الاهتمام به وبآرائه. 11- عندما تدخل إدارة حكومية وترى أكواب وسخانات، أو نظرت إلى الأحذية التي يرتدونها ووجدتها من النوع القديم الرديء جلد صناعي، صنادل أو أحذية تحتاج لتصليح، ووجدتهم بدون شرابات أو فانيلات داخلية، فاعلم أنك في منطقة فقراء الكادحين من الموظفين، وعليك ألا تثيرهم بلبسك أو تصرفاتك حتى لا يكونوا ضدك. 12- انتبه إلى أن يكون معك ورق أبيض ودمغة وأقلام وأكثر من صورة للمستندات التي معك، وانتبه إلى موضوع الختم وأن يكون واضح أو كل مستند عليه الأختام اللازمة، لأن الأختام منطقة تعطيل في إنجاز المصالح. وأخيرا نقول أن هناك إدارات حكومية تعتبر مثالا للإدارة الجيدة، ولا نستطيع أن نعمم السلبيات أو الإيجابيات للإدارات الحكومية، وإنما أنت وحظك والموقف الموقف الذي أنت فيه. 13- هناك بعض المصالح الحكومية تتقبل الرشوة المادية والمعنوية، التزكية وكروت التوصية، وأنصح ألا تتعامل معها لأن هذا فساد، وإذا اضطررت فاسلك أولا الطريق السليم واستخدم أسلوب التخويف البسيط، واعلم أن سيكولوجيا المرتشي الجبن والخوف الشديد. 14- اعلم أن الموظف لا يرغب في العمل، وأنه يدعو الله أن يسلمها معه دون الدخول في مشاكل مع الجهات الرقابية، فهو عندما تتقدم له
أول تفكير له هل هذا العمل أو الإجراء الذي سوف يقوم به سوف يعرضه لأي مساءلة حتى لو كانت بسيطة أم لا؟ إذا كانت الإجابة بلا فيبدأ في تقديم الخدمة لك، أما إذا كانت الإجابة بنعم أو بأي شك في أنه سوف يضر هذا الإجراء يبدأ في التفكير في استخراج أي مشكلة شكلية في الأوراق، وهذا ما يحدث في أغلب الأحوال نتيجة عدم التدريب المستمر وعدم وضوح العمل. ومن هذه المشاكل الشكلية عدم وجود الختم أو عدم وضوحه أو أن الموضوع يخص جهة أخرى أو موظف آخر أو أي شيء غير منطقي يجعلك تلف حول نفسك ولا يهم إحباطك أو قهرك أو مصلحتك. المهم هو أن يبتعد عنه الخطر المتوقع نتيجة عدم فهمه للعمل ولأدوار الجهات الرقابية. ولا بد أن تعلم أن من خصائص الموظف: 1- مستعد دائما لإثبات أنه يعمل طوال الوقت وأنه يفهم كل شيء. 2- مستعد دائما للدفاع عن نفسه بأي صورة. 3- شديد القلق دائما يبرر أخطائه ويجمع أوراق ومستندات نتيجة خوفه على مستقبله. 4- يتقن في التزويغ والهروب من العمل وإحالته على زملائه. 5- مستعد دائما أن يوغر صدور الرؤساء ضد زملائه إذا توقع تهديد منهم. 6- سريع البديهة في تقديم الأعذار عن الأخطاء التي وقع فيها. 7- يتفنن في كثير من الأحيان في إخفاء الحقائق. 8- يتفنن في تعطيل أي عمل بطريقة استخدام الشكل كالعنوان والتمغة أو عدم وضوح الختم والإمضاء وليس الموضوع. 9- لديه الثقة الكاملة في معلوماته حتى ولو كانت خاطئة، والسؤال عن المعلومة السليمة من الأكثر منه خبرة على جثته ويأخذها بحساسية شديدة. هناك قلة من الموظفين لديهم حقد دفين بينهم وبين العملاء ويكونوا واضحين في تعطيل المراكب السائرة، وللأسف رؤساءهم يعلمون ويأخذون موقف شخصي من العميل بدون سبب ويتسببون في تعطيل العمل. احذر هذا النوع من الموظفين، وإذا وقعت في أحد من هؤلاء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وحاول إن أمكن الاستغناء عن هذه الخدمة أو الحصول عليها من جهة أخرى، أو حاول أن تكون رزل ولديك مواصلة اتجاه، وافتعل شبورة مؤدبة لا تغلط ولا تتفوه بألفاظ بذيئة، إنما اكتفي بالزعيق في طلبك فهذا سوف يشيع سيطرته عليك وسوف يتراجع، وزميل آخر أو رئيسه سوف يقدم لك الخدمة. ولا تنسى أن هناك فئة من الموظفين يعشقون العمل ولديهم كفاءة عالية في إنجازه بدون مشاكل ويتغلبون على الصعوبات بأنفسهم، وهؤلاء نسبتهم تقل حاليا. من كتاب كيف تعيش في هذا الزمان للدكتور حمدي حافظ، 2008، إصدارات مكتب الفيلسوف الحر.